السلام عليكم طلاب. طبعا بداية أنا أرحب بكم بالعام الدراسي الجديد، وإن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله يكون عام مكللا بالنجاح لجميع الطلبة. طبعا طلاب الكل، أنه أتذكر أنه تعرفون أنه أنا العام ماخذكم معمارية الحاسبة في السنة. طبعا أيضا راح أخذكم الريال تايم سيستم، فراح نكون ان شاء الله يعني تقريبا هو نفس، خلينا نقول عنه يعني نفس المستوى من الصعوبه وهكذا، وان شاء الله ماكو شيء صعب بالماده، فراح تكون ان شاء الله سهله عليكم، فقط تحتاج المتابعه من الطلبه. طبعا قبل لا نبدا بشرح الماده، خلي بس اذكر لكم بعض الامور المهمه اللي نحتاجها خلال هذا الفصل. طبعا خلي قبل كل شيء خلي ناخذ الجريدنج اللي هي توزيع الدرجه. طبعا مثل ما قلنا احنا راح ناخذكم ريال تايم سيستم، ريال تايم سيستم منظمه الزمن الحقيقي. طبعا ناخذ الجريدنج توزيع الدرجات. الجريدنج راح طبعا الدرجه مالتنا راح تكون موزعه كالتالي، راح يكون عندنا مجموعه اكزامز، راح تكون عندنا مجموعه امتحانات. بعض هذه الامتحانات قسم منها يكون عندنا اونلاين، وقسم البعض منها يكون داخل القاعات الدراسيه، يعني داخل الجامعه، فاما القسم الثاني فهو راح يكون داخل الجامعه. طبعا الاغلب خصوصا امتحاننا هي وراح يكون داخل الجامعه. هذا جزء من الدرجه راح تكون على الامتحانات، والقسم الثاني راح يكون على من؟ على الاتندنس، على الحضور مالتك، يعني ضروري انه تسجيل الحضور وخصوصا وقت المحاضره. وقت المحاضرة تسجل الحضور، راح تنزل لك فورم، جوجل فورم، من خلال هذا جوجل فورم تنزل اسمك أو تسجل اسمك خلال وقت المحاضرة، يعني فقط خلال وقت المحاضرة تسجل اسمك، خلال ذلك ما راح أعتبر لك الحضور موجود، فلذلك ضروري جدا الالتزام بتوقيتات الحضور. إذا الجزء الثاني هو راح يكون عليا من؟ على الحضور، وأيضا راح يكون عندنا أيضا يكون عندنا assignment اللي هو مجموعة واجبات، من خلال هذه الواجبات عندنا احتمال من 1 إلى 5 أو 6 واجبات. طبعا خلال على طول السنة أيضا هذه عليها جزء من الدرجة. راح يكون عندنا طبعا هذه الواجبات تكون موزعة على الأفصل، تقريبا كل فصل راح يكون عندنا بواجب واحد أو اثنين، وكذلك راح يكون الجزء آخر من الدرجة على class participation، class على المساهمة داخل الصف والمشاركات اللي داخل الصف، يعني كل ما الطالب يكون more active than for asking than about the materials and exams and assignments and everything and then فراح ياخذ اكثر درجات، لذلك الطالب more active هو راح يحصل من higher grade. هذا ما اريد الطالب انه راح يكون عنده فقط من الخمول، دائما نكون نشجع الطلبه على الاسئله والاستفسارات ومتابعه الماده، او مو بنهايه السنه ويجيني بعدين يسال عن الماده وما يعرف شنو صار ما صار من خلال هذه الفتره. فضروري class participation is so important for you guys, so please participate in this class a lot. ماشي يا شباب، هذا ضروري لكم. الجزء الاخر طبعا الجزء الاخر والاخير اللي هو عندنا final project، اللي هو راح يكون عندنا project for students. طبعا كل every two students they have to have a project or final project, it should be related to our real time system. So كل اثنين طلاب لازم يشتركون ويسوون بروجكت، اذا هذا البروجكت يكون ذات صله للريال تايم سيستم، طبعا ايضا راح ياخذ جزء من الدرجه. فيريد كل اثنين طلاب، every two students راح شنو يشتركون حتى شنو يسوون من هذا البروجكت. اذا عندك اذا فد ايديا تطرحها لنا، اذا ما عندك اذا فد ايديا احنا راح نطرح لك الفكره اللي انت ممكن ان تشتغل عليها خلال هذا العام. فلذلك ضروري الطلاب اذا تتبعون من هذا السياق، عندنا exams and attendance assignments class participation and then we have the final project. So
هذا هو تقسيم your grades will be distributed according to this flow chart. So please the students عليكم الالتزام بهذه الأمور. فضروري جدا أن تلتزمون بها حتى ما تكون تواجه كذا العقبات. طبعا راح أكون لكم قناة على التليجرام، أنشئ لكم فت قناة من خلالها نقدر أيضا نتواصل، أنزل لكم إذا بعض الأشياء اللي أنتم ما فاهميها تروحون بها الأسئلة وغيرها من الأمور المهمة. طبعا جوجل كلاس روم إذا هو شنو الأوفيشال إذا شانل فور أز تو إذا أبلود أول كلاس ماتيريالز، سواء لذلك هو جوجل كلاس روم إنه هو راح يكون الأوفيشال لكم جايز حتى إنه نرفع المحاضرات عليها. فإذا هذا هو تقسيم الدرجة مالتنا. وأي سؤال استفسار بخصوص من هذا الشأن يمكنكم الاتصال أو مراسلتي على تليجرام بعد ما أنشئ لكم القناة. ماشي شباب، إذا هذا الجزء الأول وتعريف بـ الـ gradings بتوزيع الدرجة خلال هذا الفصل.